نوح هو أول الرسل، وهو بينه وبين آدم عليه السلام 8 آباء. ذكر أهل التاريخ اسم نوح في اتصاله إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فقال هو نوح ابن لامك ابن متوشولخ، أسماء صعبة، الله يعيننا وإياكم، ابن خنوخ وهو إدريس عليه السلام، ابن يرد، ابن مهلايل، ابن قينين، ابن أنوش، ابن شيث، ابن آدم عليه السلام وعليهم السلام، لأن آدم رسول أو نبي، وشيث كذلك، وإدريس كذلك، ونوح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المشهور عند أهل العلم أن بين نوح عليه السلام وبين آدم 8 قرون، وهذا جاء ذكره في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان بين نوح وبين آدم عليهما السلام 8 قرون كلهم على الإسلام. هنا في إشكالية حقيقة لا بد أن تبين، ما المقصود بالقرون؟ طبعا القرون جمع قرن، ما المقصود بالقرن؟ القرن نحن الآن في زماننا هو 100 عام، وهذا هو المشهور عند جماهير أهل العلم أن القرن هو 100 عام. فإذا كان كذلك كم يكون بين نوح وبين آدم؟ 1000 سنة. قال 10 قرون والقرن 100 عام، فيكون 1000 سنة. هذا قول أهل العلم. القول الآخر وهو الأقرب والله أعلم أن المقصود بالقرن هم الجيل من الناس دون تحديد سنوات معينة، المقصود بالقرن هو الجيل. ثم جعلنا من بعدهم قرنا آخرين، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فالمقصود بالقرن في هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الأثر الثابت الذي له حكم الرفع، بين نوح عليه السلام وبين آدم وبين نوح 10 قرون كلها أو كلهم على الإسلام، المقصود بالقرون هنا الأجيال. وقد يستغرق ذلك 1000 سنين، لأن الأعمار كانت في زمانهم أحبتي في الله كانت طويلة. يعني نوح عليه الصلاة والسلام كما أيضا نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان عمره في اللوح المحفوظ 1000 سنة، فكانت الأعمار طويلة في زمانهم 100 سنين. سيمر معنا بإذن الله عز وجل أن نوح عليه الصلاة والسلام كان عمره 1780 سنة، 1780 سنة كان عمره، 84 قبل البعثة، و950 سنة، هذا بنص القرآن الكريم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ف480 سنة قبل أن يكون نبيا أو رسولا، ثم 950 سنة في الدعوة، وتحديدا في الدعوة قبل الطوفان كما سيأتينا بعد قليل، ومكث بعد الطوفان 350 سنة. فلو جمعت 480 و950 و350 يكون الناتج عندك 1780 سنة. فالمقصود أن أعمارهم كانت طويلة. فعندما نقول أن المقصود بالقرون في أثر ابن عباس 10 قرون أجيال، وهذا يستغرق 1000 السنوات، ليس بمستغرب، فإن أعمارهم كانت طويلة بخلاف أزماننا أو بخلاف أعمارنا، ولا يزال هذا العمر يتناقص. إذن هذا هو اسمه. أما مولده، كانت ولادته عليه الصلاة والسلام بعد وفاة آدم 126 سنة فيما ذكره ابن جرير وغيره عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل قصة نوح في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، بل سمى الله تبارك وتعالى كما تعلمون
أحبتي في الله سورة كاملة في القرآن الكريم باسم سورة نوح. قبل أن نذكر قصة نوح لابد أن نذكر أمرا مهما، هذا الأمر هو الذي كان سببا في إرسال نوح إلى قومه صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى كما قال العلماء إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. نرجع مرة أخرى إلى أثر ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال كان ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. 10 قرون، قلنا 10 أجيال، مئات ألوف السنين علمها عند ربي. قال كلهم على الإسلام، والإسلام هو الفطرة، التوحيد، عدم الشرك، عدم الكفر، هذا هو الإسلام، الاستسلام والانقياد لأمر الله عز وجل، فكانوا على التوحيد. توفي 5 من ذرية نوح كانوا من الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء 5 ذكرهم الله عز وجل في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إذن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا أسماء. تقول لي أسماء غريبة، هذه أسماءهم بعد، هكذا كانت أسماءهم، طبعا لها معاني لا شك في لغتهم. فهؤلاء 5 الصالحين من ذرية نوح عليه السلام، من ذرية آدم عليه السلام، عندما توفاهم الله عز وجل وخصوصا ود، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، خصوصا ود كان من أكثرهم صلاحا، فحزن قوم نوح، قوم آدم من ذريته، حزنوا على وفاة هؤلاء 5 كما نحزن على وفاة الصالحين والأخيار، فحزنوا حزنا عظيما، وظهر هذا الحزن في أماكنهم وبيوتهم حزنا على هؤلاء الصالحين 5. جاءهم الشيطان الرجيم في صورة إنسان وقال لهم كما قال للأبوين من قبل ذلك وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فقال الشيطان الرجيم بعد أن تمثل في صورة بشر، قال لهذا الجيل من قوم آدم عليه الصلاة والسلام، قال يعني تريدون، طبعا هم لم يعلموا أنه شيطان، أتاهم في صورة إنس، وهذه القدرة قد آتاها الله تبارك وتعالى الشياطين يتشكلون. فقال تريدون أن أصنع لكم تصاوير وتماثيل لهؤلاء الصالحين حتى إذا تذكرتموهم أو إذا نظرتم إلى صورهم وتماثيلهم ذكرتموهم فتذكرتم صلاحهم وعبادتهم، فكان هذا الأمر سببا في دفعكم لمزيد من الطاعة والصلاح. إذن الأمر في ظاهره أمر خير. فاستجاب هؤلاء المساكين لهذه المشورة من الشيطان الرجيم، وفعلا صنع لهم تصاوير وتماثيل وجعلها يعني تمثالا لود ولسواع وليغوث وليعوق وليسرى، وكل تمثال أو صورة جعلها في المكان الذي كان يجلس فيه هذا الشخص. استمر هذا الجيل والجيل الذي بعده على هذا الأمر، وهم لم يعبدوا هذه التماثيل من دون الله عز وجل، ولكن الأمر سار كما اقترح عليهم الشيطان، ينظرون إلى هذه الصور، تذكروا أصحابها، تذكروا عبادتهم واجتهادهم، فدفعهم ذلك إلى مزيد من الطاعة والعبادة. يعني حتى أقرب الصورة لك أحبيبي في الله، مثل لو قرأت مثلا سير الصالحين والأخيار، كيف يكون الانطباع بعد هذه القراءة؟ تدفعك هذه القراءة يعني فيها تشجيع. ولذلك يعني ينبغي للمسلم أن يكثر من قراءة السير، سير الصالحين، لأن هذا الأمر سبحان الله له تأثير في النفس، يدفع الإنسان للعمل والاجتهاد. فهكذا ينظرون لهذه التماثيل
تذكروا أصحابها، تذكروا عبادتهم، يدفعهم ذلك للعبادة والطاعة. حتى ذهب هذا الجيل وأتى جيل آخر فزاد الغلو في هؤلاء الأموات والمقبورين، فظهر لهم الشيطان مرة أخرى وقال لهم إن من كان قبلكم كانوا يتوسلون بهذه التماثيل والصور وبهذه الأشخاص من دون الله عز وجل، فبها كانوا يسقون وبها كانوا يغاثون وبها يستجلبون النفع ويدفعون الضر، فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. وعندها ظهر أول شرك على وجه الأرض، أول شرك كان سببه الغلو في الصالحين. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك كما جاء في الصحيحين، لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أم المؤمنين، وكانت كما تعلمون في الحبشة قبل أن تهاجر إلى المدينة، في الحبشة كانوا نصارى، والنصارى معروفون ببناء الكنائس والمعابد ووضع التصاوير والتماثيل فيها إلى يومنا هذا، فكان هذا الأمر مستغربا بالنسبة للعرب. فكأنهما رضي الله عنهما، أعني أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما، أعجبتا بهذه التصاوير، فعندما أتيتا إلى المدينة النبوية قصتا على النبي صلى الله عليه وسلم حال هاتين أو حال هذه الكنيسة، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. إذن هذا الأمر منهي عنه، تعليق التصاوير والتماثيل وهذه، وللأسف البدع المنكرة قد تسللت إلى بعض بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تساهلون في ذلك، يعلقون الصور ويضعون التماثيل سواء للحيوانات أكرمكم الله أو للأشخاص، يضعونها في المكاتب وفي الصالات وفي المداخل مداخل، وكل ذلك محرم، لا يجوز، حرام. وهذا سبب لخروج الملائكة من البيوت ولدخول الشياطين إلى هذه البيوت. لذلك من أولى النصائح التي ينصحها المهتمون بالرقية والاستشفاء بالقرآن والسنة كما يعني يقال، ينصحون المسترقي بهذه الأمور، يقول لا بد أن تزيل الصور والتماثيل التي في بيتك وأن تكون البيوت خالية من هذه الأمور. وهذه مدعاة للشرك وذريعة إلى الكفر بالله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الغلو في القبور والأضرحة. ولو نظرت إلى الأحاديث الكثيرة في هذا الباب سيتضح لك الأمر جليا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع القبر أكثر من شبر، نهى أن يجصص القبر، نهى أن يبنى عليه، نهى أن يكتب عليه إلا لدعت الحاجة كأن يعرف هذا القبر، كما وقع له من مع عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وضع عليه حجر وقال أعرف بها قبر أخي. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يميز القبر بأي صورة وبأي نوع من أنواع التمييز، حرام، لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الغلو، والغلو خصوصا في الأموات لا سيما إذا كانوا ممن عرف بالصلاح والاستقامة ذريعة مباشرة إلى الشرك بالله العظيم.
والآن موجود، تجد في بعض بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الأمر منتشر، يشدون الرحال للقبور والأضرحة، كلك عتبات مقدسة. من الذي قال إنها مقدسة؟ من الذي قال إنها مقدسة؟ أهناك نص من الكتاب أو من السنة؟ ليس هناك شيء مقدس أبدا سوى مكة والمدينة والمساجد، بيوت الله عز وجل. أما قبور وقباب وأضرحة وأموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فضلا أن يملكوا لغيرهم ضرا ولا نفعا، انظروا ماذا يقع عند هذه العتبات المقدسة، عند هذه القباب والقبور ينحر التوحيد نحرا، يدعون من دون الله الواحد الأحد، يا فلان أعطني، يا حسين عافني، يا بدوي أغثني، يا العباس أدركني. وهذا من الشرك الأكبر الذي يحبط العمل كله، لأن هذه الأمور كلها عبادة، الاستغاثة والدعاء والاستعانة والخوف، خوف السر والتوكل إلى غير ذلك من أنواع، والذبح والنذر والحلف، كل ذلك من العبادات. والقاعدة عند العلماء أن العبادة إذا صرفت لغير الله أياً كان هذا الذي صرفت إليه، ليس هناك فرق بين نبي مرسل أو ملك مقرب أو شيطان أو إبليس من الأبالسة، الجميع سواء. فالذي يدعو الشيطان والذي يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم سواء، كل هذا كفر وشرك بالله العظيم. فلا بد أن يحذر المسلم. والقضية ما هي سهلة، قضية مو ذنب تستغفر منه، أو يعني أقصد في يوم القيامة يكون تحت المشيئة، القضية خلاص، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرام، الجنة حرام على المشرك. ومن هو المشرك؟ الذي يصرف العبادة لغير الله. ما يحتاج بالفلسفة، بعض الناس يدور ويلف وهو مفاهم أصلا، وهو مفاهم، لو سألته ما معنى التوحيد ما يدري، يقول التوحيد لا خالق إلا الله، هذا أبو جهل أفهم منه، أبو جهل أفهم منه بنص القرآن الكريم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أبو جهل كان يقول الله هو الخالق، لكنه كان يشرك مع الله غيره. أجعل الآلهة إله واحدة؟ هذه مشكلتهم. تقول ليش معنى الشرك؟ إله فدور مو عارف. شو من تعرف؟ كيف تكون مسلم إذن؟ كيف تدعو إلى الله عز وجل وأنت لا تستطيع أن تفرق بين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة؟ كيف كيف؟ لذلك الحذر، الحذر من هذا المنزلق الخطير. وتجد الآن أهل البدع والضلالات يسوقون لباطلهم على صفحات الجرائد، يدعون إلى هذه الشركيات والكفريات، يتوسلون بعباد مخلوقين أموات غير أحياء، يتوسلون بهم ويستغيثون بهم من دون الله الواحد الأحد. الله هو الذي بيده النفع والضر،
سبحانه وتعالى ولا إله غيره ولا رب لنا سواه. حتى في الأمور العادية بين الناس الغلو مذموم وغير مقبول. بعض الناس يغلو في بعض البشر، ليس فقط من الأموات، حتى من الأحياء يغلو في عباراته يغلو، يعني يذكر كلاما ممجوجا مثلا في تقديم أحد الدعاة، تقديم أحد المشايخ، تقديم أحد الفضلاء. هذا ما ينبغي أن يبالغ في هذا الأمر. ولذلك الإنسان ينزل الناس منازلهم دون إفراط ولا تفريط، نعم للإحترام، نعم للتقدير، ولكن لا يصل إلى حد التقديس. ونحن متهمون، أهل السنة والجماعة متهمون من قبل أهل البدع والضلالات بأننا لا نحترم الأولياء. هم يقولون نحن ما نحترم الأولياء. كيف ما نحترم الأولياء؟ يعني لا نكون نحترم الأولياء إلا إذا دعوناهم من دون الله الواحد الأحد؟ هذا ليس احتراما، بل هذا هو التعدي، وهذا هو الطغيان. ومن فعل ذلك قد جعل هذا المعبود طاغوتا من دون الله تبارك وتعالى. لذلك لابد أن تكون هذه القضية واضحة جدا. وإذا أتاك أهل البدع ولبسوا عليك فقل لهم ما تفعلونه الآن عند القبور والقباب والأضرحة، وأن تدعوهم من دون الله وأن تذبحوا لهم وأن تنذروا لهم، هذا هو فعل المشركين بعينه، وهذا كان سبب أول شرك ظهر في الأرض. ثم تسوق له هذه الآية وقالوا لا تذرن آلهتكم. شوف آلهة، هم جعلوها آلهة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وهؤلاء بشر ماتوا فعبدوا من دون الله عز وجل، فجعلوهم آلهة وأندادا من دون الله الواحد الأحد. فعندما وقع هذا الكفر والشرك بالله العظيم في الأرض، وتبدل الحال وتغير في هذه الأجيال التي كانت بعد آدم وفي زمان نوح عليه الصلاة والسلام، أرسل الله تبارك وتعالى هذا النبي الكريم نوح إلى قومه ليدعوهم إلى التوحيد، وليردهم مرة أخرى إلى جادة الصواب، وليصلح هذا الانحراف الخطير الذي وقع فيهم وفي حياتهم، أنهم صرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وهذه أيها الإخوة والأخوات، هذه دعوة جميع الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة جميع الرسل. وهكذا ينبغي أن تكون دعوة جميع المصلحين. وكل دعوة شخصية أو فردية لا تقوم على التوحيد دعوة فاشلة، دعوة فاشلة، وإن كان أتباعها الملايين المملينة، لا تقوم على التوحيد إذن ليست بدعوة الرسل، إذن هي دعوة فاشلة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق الذي جاءت به الرسل، والضلال الذي جاء به غير الرسل. ولذلك تجد دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي عليه رحمة الله، وأجزل له المثوبة وأسكنه الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، هذا الإمام الكبير العلم الجبل الذي خرج في بلاد نجد بعد أن عم الفساد فيها وانتشر الشرك وعبادة القبور، قام هذا الإمام المجدد عليه رحمة الله وعاد بالناس إلى دعوة التوحيد مرة أخرى، ودعاهم إلى إفراد الله بالعبادة. فناصره الإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله
فهذا الإمام المجدد بالحجة والبيان والبرهان، والإمام محمد بن سعود بالسيف والسنان، ففتح الله لهم البلاد والأمصار، وعاد الناس مرة أخرى إلى دين الله، إلى الوحي الصافي، إلى عقيدة السلف التي أنزلها الله تبارك وتعالى على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وارتفعت راية التوحيد خفاقة في بلاد نجد وفي الجزيرة، حتى أصبحت لهذه الدعوة المباركة أصداء في مشارق الأرض ومغاربها. إذن هذا هو الإسلام الصافي، الدعوة إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. بعث الله تبارك وتعالى نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، وكان عمره عندما بعث 480 سنة، تو صغير 480 سنة كان عمره. فعليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل وأرسله إلى قومه الكافرين، دعاهم إلى الله تبارك وتعالى وأن يفردوا الله سبحانه وتعالى. ومن أوسع المواضع في القرآن الكريم التي ذكرت قصة نوح عليه الصلاة والسلام في سورة هود، أوسع المواضع، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. شوف دعوة جميع الرسل على طول، ألا تعبدوا إلا الله. ما جاء الرسل ليقيموا نظاما سياسيا أو اقتصاديا كما يظن بعض الناس، لا، الرسل جاءوا ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فقط. ما الذي نريده من الناس؟ أن يوحدوا الله وبعد، بس هذا الذي نريده، وهذا الذي يريده كل داعية ومصلح وإمام وعالم ورسول عليهم الصلاة والسلام، كل ما يريده من قومه أن يعبدوا الله وبعد، بس لا نريد شيئا غير ذلك، أن يعبد الناس ربهم فقط. فهنا قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. شوف سبحان الله الشفقة والرحمة والرأفة التي تكون في قلوب الأنبياء تجاه أقوامهم، وهذا الذي ينبغي للدعاة أن يكونوا كذلك، أن لا يكونوا منفرين، إن منكم لمنفرين يقول صلى الله عليه وسلم. فينبغي للداعية المسلم أن يكون حبيبا سمحا لينا قريبا محبا للخير حتى لأعدائه، حتى لأعدائه يدعو لهم بظهر الغيب ويرد الإساءة بالإحسان ويصفح عمن ظلمه ويعفو عمن أساء إليه. هكذا هذه هي سيمتهم وهذه هي خصالهم عليهم الصلاة والسلام، على الرغم من أذيتهم وتكذيبهم وتكفيرهم له عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان يقول: إني أخاف عليكم، أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا. وش تبون عيل؟ تبون ملك؟ أين هذه العقول المخرفة؟ أنتم بشر، أيهما أنسب؟ يبعث إليكم شخص من جنسكم، بشر مثلكم تفهمونه ويفهمكم، أم يبعث إليكم مخلوقا ليس من جنسكم؟ أي عاقل سيقول: لا، من جنسنا حتى نفهم. الآن في أبسط الأمور، في أبسط الأمور، لو ذهب أشخاص إلى بلد أجنبية، إلى بلد لا تتكلم اللغة التي يتكلمها الإنسان، ما الذي يريد؟ شخص يعني يفهم ما يقول، ليفصح عما يريد حتى يفهم. إذن هذه الحكمة، أن يكون الرسل والأنبياء من البشر. لكن سبحان الله هم قالوا هذا الكلام مع أنهم يعرفون ويعلمون أن ما يقولونه الآن هو
يصادم العقل الصريح، ولكنهم قالوا ذلك على سبيل التعنت. قالوا ما أنت إلا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك إلا اتبعك إلا الذين، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. شوفوا الحجة الواهية، يعني لم يحاججوا نوح عليه الصلاة والسلام بالعقل والمنطق، أنه ما يؤمنون بكتاب ولا سنة، فيكون المحاج بالعقل والمنطق. ما حاججوا بالعقل والمنطق مثلا فيحاججهم، كما حاجج النمرود وناظر النمرود إبراهيم، كما سيأتينا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. محاجة. فليتهم حاججوا نوح عليه الصلاة والسلام بالعقل، لا، إنما أتوا بهذه الحجج. وش دخل في الموضوع؟ وش علاقة الموضوع؟ اتبعه الأراذل، الأسافل، الأغنياء، الوجهاء. وش يغير في الموضوع؟ ما يغير شيء هذا لو كان الإنسان عاقلا. فقالوا ما نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أي ضعفاؤنا والمساكين والفقراء، هم أتباعك. هل اتبعك؟ هل اتبعك أحد من السادات، من الكبراء، من الأغنياء، من الأقوياء؟ وجاء في صحيح البخاري قول هرقل، هرقل عظيم الروم، عندما قال لأبي سفيان في الخطاب الذي وقع بينه وبين أبي سفيان، قال من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يتبعه الأغنياء أم الفقراء؟ فقال أبو سفيان بل الفقراء. فقال هرقل وهم أتباع الرسل. لماذا؟ لماذا الفقراء هم أتباع الرسل؟ الجواب لأن الفقير ليس عنده من الأمور ما يمنعه من اتباع الحق، ما عنده شيء، لا تجارة يخاف عليها، لا وجاه يخاف عليها تروح، ما عنده شيء. لكن السيد والكبير في قومه يخشى، كما خشي هرقل. هرقل عرف أنه نبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو أعلم أنني أخلص إليه لغسلت عن قدميه، حتى كاد أبو سفيان أن يجن. قال لقد آن أمر ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يظهر، إنه يخافه ملك بني الأصفر، يعني الروم، ولكنه ظن بملكه، بخل بملكه هرقل. فالمقصود أن العظماء والأغنياء قد يحول هذا الأمر، الغنى والوجاهة والمكانة المجتمعية قد تحول بينه وبين الإيمان، أما الفقير وش وراء؟ وش رده؟ ما رد شيء. فلذلك هم أتباع الرسل. قال الله تبارك وتعالى، طبعا قولهم بادي الرأي، يعني أن هؤلاء اتبعوك دون روية ودون أن يتأنوا في الرأي، إنما مباشرة بادروا إلى اتباعك، وهذا هو الصحيح. العاقل إذا جاءه الأمر وكان هذا الأمر واضحا أنه حق كفلق الصبح، هل من العقل المبادرة إلى اعتناقه أم من العقل التأخر والتلكؤ؟ العقل يقتضي المبادرة، فهذا هو العقل الذي فعلوه، لأن الحق الذي جاء به نوح واضح مثل فلق الصبح، أن لهذا الكون العظيم إله، وأن هذا الإله هو الذي يستحق العبودية. فقال الله تبارك وتعالى، قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. شوف، ما يبون فلوس، ما يبون رئاسة، فقط يبون أن يعبد الناس ربهم بس. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. ما أقدر أطردهم، ليس لي أن أطردهم،
كما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تريدنا أن نجلس معك؟ طيب يا أخي أطرد هذول من مجلسك، عمار وصهيب وبلال الفقراء المساكين هؤلاء أطردهم، لا نتنزل أن نجلس معهم ونحن سادات العرب. فقال الكلام، قال هؤلاء كما قال أولئك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال نوح وما أنا بطارد الذين آمنوا، ما أقدر، ليس الأمر لي. قال إنهم ملاقوا ربهم، سيلاقون الله يوم القيامة، فأخشى أن يحاججونني عند الله، كيف أطردهم وهم جاءوا مؤمنين؟ إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، إلى آخر الآيات. فآمن هؤلاء القلة القليلة، واستمر نوح عليه الصلاة والسلام يدعوهم، يدعو قومه، يدعوهم ليلا كما جاء في سورة نوح، ليلا ونهارا جهرا وإسرارا ترغيبا وترهيبا، يقلب أساليب الدعوة. وهكذا ينبغي للداعية أن يكون متفننا في أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون متفننا يستطيع أن يدخل على كل قوم بما يناسبهم، وهذه من الجناية على شرع الله عز وجل، من الفهم الخاطئ لشرع الله عز وجل. أن بعض الناس يقول لك والله يا أخي وسائل الدعوة توقيفية، يعني يريد أن يتعامل المسلمون في هذا الزمان في الألفية الثالثة كما يقولون الميلادية، أن يتعامل المسلمون في الدعوة إلى الله وفي هداية الخلق إلى شريعة الإسلام، يريد أن يتعامل المسلمون كما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقول به عاقل أصلا. ولذلك لو وجدت الأئمة كل تعامل في زمانه بما يناسب زمانه، علينا أن نعيش زماننا، نحن في زماننا ولسنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الدين واحد والاعتقاد واحد والمنهج واحد، ولكن الأساليب، يعني لا يفهم من كلامي أننا نغير الدين ونغير الأحكام كما قال بعض الجهل من المسلمين، يقول ما في اسمه حجاب، أسقط الحجاب عن المرأة. ليش؟ تعال وين رايح أنت؟ ليش؟ قال والله الزمان تغير. وإذا الزمان تغير دين الله ما يتغير. أو بعضهم مثلا يعني يسقط التعدد أو يسقط الرق والعبودية في الإسلام أو كذا، لا لا يجوز تغيير الدين والأحكام، لا يجوز. الدين هو الدين والأحكام هي الأحكام إلى يوم الدين، ولكننا كيف نوصل هذا الدين، كيف نقدم هذا الدين للناس، هنا الكلام، هنا الذي أقصده بوسائل الدعوة. لابد أن نتكيف مع زماننا وأن نقرب هذا الدين وأن نزاحم أهل الباطل. يعني مثلا الفضائيات مثلا، وين صح النوم؟ توهم قبل مكربة 5 سنين فطن المسلمون إلى أهمية الإعلام. صح النوم، قد وصل هؤلاء أهل الباطل إلى ما وصلوا، ولكن لئن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. وانظروا إلى هذا الإعلام ماذا صنع، دول سقطت بهذا الإعلام، دول سقطت بسبب هذا الإعلام، ودول وقرى فتحت وتحولت من الباطل إلى الحق بفضل الله أولا ثم بفضل هذا الإعلام، ومجتمعات تبدل الناس وتغيروا وتغيرت أحوالهم ومعتقداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وعباداتهم بفضل الله أولا وآخرا ثم بفضل الدعوة عبر هذه الشاشة الصغيرة التي اخترقت البيوت
والأسر والمواقع، تويتر، فيسبوك وغيرها. فلابد أن نزاحم وأن يستخدم المسلم كل تقنية وجدت وأن يطوعها لخدمة هذا الدين العظيم، وإلا أخشى إن فرطنا في ذلك أن تقام علينا الحجة وأن نحج في ذلك اليوم العظيم في محكمة أعدل العادلين. لذلك نوح عليه الصلاة والسلام نوع في الدعوة إلى الله، ترغيب ترهيب في الليل في النهار، سر علانية، ولكن وللأسف لم يجد من قومه إلا الصدود والعناد والجحود والكفر والإيذاء والتسفيه والاستهزاء به رضي الله به عليه الصلاة والسلام، حتى من أقرب المقربين له. أقرب المقربين، من أقرب المقربين لك؟ زوجتك ولا لا؟ أقرب المقربين زوجتك، تطلع على خواص أمرك ما لا يطلع عليه الآخرون. فنوح عليه الصلاة والسلام عاداه أقرب المقربين زوجته. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. السؤال، فخانتاهما، هل يعني طبعا المقصود بامرأة نوح وامرأة لوط، ها؟ هل المقصود بالخيانة في هذه الآية الكريمة خيانة الفراش؟ الجواب لا، قطعا لا. ما الدليل؟ قوله تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فالطيبون لهم الطيبات، والأنبياء والرسل هم أطيب الطيبين صلوات الله وسلامه عليهم، أليس كذلك؟ بلى. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: من رمى زوجة نبي، أي نبي من الأنبياء، ليس فقط عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، الصديقة بنت الصديق أم عبد الله المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها، بل سائر زوجات الأنبياء والمرسلين. احفظ هذا الإجماع من هذا العالم النحرير الجبل ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: من طعن في زوجة نبي من الأنبياء، أي رماها في الزنا يعني، كفر بإجماع المسلمين، كافر، خارج عن ملة الإسلام. لأن الطعن في زوجات الأنبياء طعن في الأنبياء. هل من الممكن أن يبقي نبي تحته امرأة فاجرة زانية؟ حاشاهم عليهم الصلاة والسلام. فخانتاهما، إذن المقصود ليس خيانة الفراش الزنا، لا، المقصود خيانة الدين، خيانة الدين. امرأة لوط سيأتينا إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية في هذا الشهر في قصة لوط عليه، وهي قصة جميلة فيها أيضا فوائد عظيمة، سيأتينا أيضا كيف أنها خانته، بمعنى أنها كانت توشي وكانت يعني تخبر قومها، قوم لوط إذا أتاه الرجال، فكانت تخبر قومه ويعني تفشي سره وأمره، وكانت طبعا ليست على دينه. وخيانة امرأة نوح أيضا كانت كافرة، كانت كافرة، لم تكن على دين نوح عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه المرأة الخبيثة الكافرة امرأة نوح عليه السلام كانت تفشي أسرار نوح عليه الصلاة والسلام، وتخبر بأسماء، تخبر قومها من الكبراء والظلمة، تخبرهم بأسماء من يؤمن من قومها من الضعفاء، بعضهم يؤمن سرا لأنه يخاف، فتقوم هذه المرأة الكافرة وتفشي سره عند الكبراء فيسومون هؤلاء الضعفاء سوء العذاب. إذن واجه هذا الصدود ودعا الله عز وجل
دعا قومه لما يزيد أو قرابة 950 سنة، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. عندما وجد نوح عليه الصلاة والسلام هذا الصدود والعناد، بل بلغ الحد بقومه من الكفر والفجور، أن أحدهم إذا حضرته الوفاة كان يوصي أبناءه يقول لا تتبع نوح، إلى هذه الدرجة يتوارثون الكفر والعصيان. عندها بعد مرور 950 سنة، الله أكبر، 950 جماعة الخير، نقول هذا الكلام لبعض الناس الذين يدعو أهله ولا قرابته يوم يومين وبس، يقول فلان ما في طب، شو ما في طب؟ أتاك من الله وحي أنه ما في طب؟ ومن أنت حتى تقول هذا الكلام؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما تستحي، ادعو الله عز وجل ولا تنظر إلى النتائج. علينا البلاغ والبيان، وعليه سبحانه وتعالى وبحمده الهداية. فلذلك لا تكل ولا تمل ولا تحجر واسعا ولا تقنط عباد الله من رحمة الله، إياك وهذا الخلق الذميم. انظر إلى نوح، مكث 950 سنة وما آمن معه إلا قليل، وهو نبي مؤيد من السماء. عندها دعا نوح على قومه، الله أكبر، دعا عليهم: إني مغلوب فانتصر. دعا الله عز وجل أن ينصره على قومه الذين كذبوه وآذوه، فاستجاب الله عز وجل، استجاب رب العزة والجلال الجبار، استجاب سبحانه وتعالى لدعوة نبيه. فماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال الله تبارك وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلاص، طب خاطرا يا نوح، ولتهدأ نفسك وليطمئن قلبك، هؤلاء لن يؤمن أحد منهم، انتهى. هنا نقول إيش؟ ما فيهم طب. متى نقول؟ متى قال نوح هذا الكلام؟ عندما جاءه وحي من الله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، انتهى خلاص. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أنت الآن دعوت: إني مغلوب فانتصر، واستجبت دعوتك يا نوح، وسأهلكهم بعذاب ما أهلكت به أحدا من الأولين ومن الآخرين، ولكن يا نوح إذا أتى عذابنا فلا تتوسل ولا تأخذك الرحمة والرأفة بقومك، فإن هؤلاء لا يستحقون الرأفة ولا الرحمة. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بأعيننا برعايتنا وبسمعنا وبصرنا وحفظنا، واصنع الفلك الفلك عن السفينة، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أمر الله عز وجل نوحا أن يزرع الأشجار، فزرع الأشجار لسنوات طويلة، قيل 100 سنة وهو يزرع الأشجار، فإذا ما خرجت الأشجار واشتد عودها وجذوعها، أمره الله عز وجل بصنع السفينة. كانت هذه السفينة عجبا عجاب، صنعت هذه السفينة في الصحراء، والسفينة لا تمشي على الصحراء، تمشي على البحار والمياه،
ثم كانت هذه السفينة طولها 300 ذراع وعرضها 50 ذراع، 50 ذراعا، وارتفاعها 30 ذراعا، وقيل غير ذلك من الأحجام، والعلم عند الله عز وجل. المهم أنها سفينة عظيمة قوية، فصنعها من ألواح الخشب التي أخذها من جذوع الشجر، وسمرها بالمسامير من حديد كما قال الله تبارك وتعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه أي في البحر الطوفان، على ذات ألواح ودسر، الدسر المسامير، فكان هذا بناؤها. وأمره الله عز وجل أن يجعلها 3 طبقات، 3 أدوار. الدور الأرضي جعله للدواب والحيوانات، والدور الأوسط جعله للبشر، والدور العلوي جعله للطيور. وأمره الله تبارك وتعالى بعد أن صنع هذه السفينة العظيمة ذات 3 طبقات وجعل عليها من فوقها غطاء محكما أغلقها فأصبحت أشبه بالصندوق، واضح؟ 3 طبقات ثم الطبقة العليا جعل عليها غطاء، غطاء، أغلقت هذه السفينة فأصبحت كالصندوق، وجعل بابها في طولها، ثم طلاها، طلا باطنها وظاهرها بالقار، القار الزفت كرمكم الله، طلا هذه السفينة حتى تتماسك هذه الألواح ولا ينفذ الماء من خلالها، ثم جعل فيها فتحة يسيرة حتى إذا احتاج إلى إخراج الماء منها يخرجها من هذه الفتحة. وأمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين 2، فحمل من كل صنف من أنواع البهائم والحيوانات والطيور والمخلوقات 2. وأمره أن يحمل معه من المأكولات والبذور والثمار حتى ينتفع بها بعد انتهاء الطوفان. وأخذ معه أهله، من آمن من أهله. في أثناء صنعه للسفينة كان يمر عليه ملأ من قومه فيسخرون منه ويستهزئون بعقله: أين عقلك يا نوح عليه السلام؟ أنت العاقل الرشيد، أتصنع سفينة في الصحراء؟ فكان يقول لهم ما ذكره الله تبارك وتعالى: وكلما ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يعني كما نقول، يقول في العامية: الوعد قدام، ها؟ أنتم تسخرون، لكن ستعلمون من الذي سيسخر، ومن الذي سيضحك، ومن الذي سينجو بعد ذلك إذا أتى العذاب من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، إلى آخر هذه الآيات. ثم قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول. فركب مع نوح عليه الصلاة والسلام 80 نفسا، أخذ قلنا البهائم والطيور والثمار والحبوب، وركب معه 80 نفسا من الرجال والنساء، منهم 3 من أولاده الذكور: سام وحام ويافث، سام وحام ويافث، وابنه الرابع وهو يام الذي اسمه في كتب أهل الكتاب التوراة اسمه كنعان، هو الذي كفر،
هو الذي سولت له أمه الكافرة امرأة نوح، سولت له وزينت له الكفر بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ركب نوح وأغلق أبواب السفينة، ثم جاء أمر الله تبارك وتعالى، فار التنور، والتنور هو وجه الأرض، فانفجرت الأرض بالمياه المتدفقة الكثيرة، وخرج الماء من كل بقعة في الأرض حتى فار التنور، التنور الذي هو يخبز فيه، تشعل فيه النار، فمن هذا المكان الذي فيه نار خرجت النار، خرج الماء، فخروج الماء من غيره من باب أولى. فمن كل بقعة في الأرض تدفق الماء بشكل كبير مخيف قوي سريع، وفتح الله تبارك وتعالى السماء بماء منهمر، نزل مطر شديد كالقرب. قال سبحانه وتعالى: فالتقى الماء ماء السماء وماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. طلقت هذه السفينة بعد أن ملأ الماء أرجاء الأرض بسرعة متناهية، انفجر الماء من كل بقعة في الأرض، ونزل الماء الشديد كالقرب ينهال من السماء، فامتلأت الأرض والوديان والسهول والبقاع والسفاح حتى على الماء قمم الجبال. وفي هذه الأثناء أدركت نوح عليه الصلاة والسلام عاطفة الأبوة، فرأى ابنه كنعان وهو يرقى ذلك الجبل، فقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال أي كنعان، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح له: قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما استطاع هذا الرجل الذي حقت عليه كلمة الشقاء من الله تبارك وتعالى، وسبقت عليه كلمة العذاب من الله تبارك وتعالى، ابن نوح كنعان، أن ينجو وأن يفر من هذا الطوفان الذي عم أرجاء الأرض كلها. أخذت هذه السفينة تشق عباب البحار والأمواج المرتفعة، كما قال الله تبارك وتعالى ووصف لنا هذه الصورة وصفا بديعا عظيما رائعا في سورة هود. قال الله تبارك وتعالى: وقال اركبوا فيها، يعني نوح، وقال لمن معه: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قولوا بسم الله، أي نذكر اسم الله تبركا في ركوبنا وفي مجراها وفي مرساها ووقوفها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قال سبحانه وتعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي في ارتفاعه من عظم المياه التي خرجت من الأرض وتساقطت من السماء، أصبحت الأمواج تعلو الجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. استمرت هذه السفينة في هذه الأمواج المتلاطمة 150 يوماً، 150 يوماً، وهي تسير وتتلاطم بها هذه الأمواج العظيمة التي كالجبال، ونوح عليه الصلاة والسلام ومن معه بحفظ الله عز وجل لهم في هذه السفينة. وبعد مرور 150 يوماً استوت هذه السفينة ووقفت على جبل،
وهذا الجبل اسمه جبل الجودي كما قال الله تبارك وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. أمرها الله تبارك وتعالى الذي لا يرد أمره بعد أن انتهى كل شيء وأهلك الله الظالمين وأنجى الله المؤمنين. أمر الله عز وجل الأرض أن تبتلع هذا الماء، وأمر السماء أن تنقطع عن المطر وعن انهمار الماء منها. فقال الله عز وجل: وقيل من القائل؟ الله جل في علاه. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيض الماء أي تناقص الماء، وغيض الماء وقضي الأمر أهلك الظالمون نجي المؤمنون، وقضي الأمر واستوت أي السفينة على الجودي، وهو جبل قيل في الهند وقيل في غير ذلك، والظاهر والله أعلم يعني أنه في الجزيرة في جزيرة العرب استوى هذه السفينة على جبل هناك وهو اسمه الجودي. استقرت هذه السفينة قبل أن ينزل نوح من السفينة عليه الصلاة والسلام، أراد أن يطمئن أن كل شيء كما يقال على ما يرام. فقال أهل التاريخ والسير والعلم عند الله عز وجل أن نوحا أرسل الحمامة. الحمامة كانت معه من جملة البهائم والحيوانات والطيور، فأرسلها في الأرض فطارت لفترة من الزمن ثم عادت إليه، فرأى في فمها ورقة من أوراق شجرة الزيتون. فعندما وجد هذه الورقة علم عليه الصلاة والسلام، وقد كانت جافة ليست بمبتلة امتلالا شديدا بالمياه، فعرف عليه الصلاة والسلام أن الماء قد انقطع وأن الأمر قد هيئ وأن الأمر قد أذن له من الله تبارك وتعالى. ففتحت هذه السفينة ونزل عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى في ذلك: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وبركات عليك وسلام أي من السلامة عليك وعلى أمم، هذا فيه إشارة إلى أن جميع أمم الأرض يرجع نسلها إلى نوح، ولذلك يسمى نوح أيضا عليه الصلاة والسلام بأبي البشر الثاني. أبو البشر الأول من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، وأبو البشر الثاني من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. آدم عليه الصلاة والسلام له ذرية كثر، ومن أولاده من أحفاده من أولاد أولاده نوح، من ذرية إدريس، من ذرية شيث، وهناك إخوة غير شيث لنوح، ولكن جميع نسلهم وذريتهم انقطعت ولم يبقى في الأرض من البشر إلا من نسل نوح، وتحديدا لهؤلاء الأبناء الثلاثة سام ويام ويافث. سام وحام ويافث، ويام قلنا هو كنعان قتل وأهلك في الطوفان، فسام هو أبو العرب وحام هو أبو الحبشة والسودان، ويافث هو أبو الترك والروم، وقيل غير ذلك والعلم عند الله عز وجل. ولكن مما يذكر أن يافث من أبنائه يأجوج ومأجوج، من أبناء يافث الذين سيخرجون في آخر الزمان ويعيثون في الأرض الفساد. إذن نزل نوح عليه الصلاة والسلام بعد هذا الطوفان، ثم تكاثر الناس من ذريته صلوات ربي وسلامه عليه، أتته الوفاة عليه الصلاة والسلام، لأن الجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. فمات نوح عليه الصلاة والسلام بعد 1780 سنة، قضى منها 480 سنة قبل البعثة، و950 سنة قبل الطوفان في الدعوة، ثم بعد الطوفان بعد أن نزل من السفينة مكث في قومه 300 أو 350 سنة
عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا انتشرت الأمم والذراري من ذريته من سام وحام ويافث فعليه الصلاة والسلام. وذكر ابن جرير وغيره أن قبره عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام، قبره في المسجد الحرام، ولكن علمه علم ذلك عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي أحبتي في الله في درس الغد